أنهى محافظ مقاطعة حراذي البيار بإقليم حجر لميس حملة التوعية حول زواج القاصرات وتمدس البنات. الحملة جاء تنظيمها من قبل جمعية الأرامل والأيتام المدنيين. تقرير هارون أبا آدم. تعليم البنات ومنع الزواج المبكر هي من المواضيع الهامة والأساسية التي دفعت جمعية الأرامل والأيتام المدنيين لأصينات إلى تنظيم حملات توعوية ببعض القرى في مركز إداري ماني، وأن هذا اللقاء الجماهيري يعتبر الجولة الختامية لهذه الحملات، حيث احتشد سكان قرية رضينا أنججا والقرى المجاورة لها. وقد تحدثت رئيسة جمعية الأرامل والأيتام المدنيين لأصينات عائشة حامد عبد الله معربة عن سعادتها نسبة لتأثير الرسالة التي قدمتها الجمعية في نفوس القرويين، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية. وما شاء الله انتوا ما قصرتوا، فهمتوا كلامي. أنا جيل لكم فوق، أنا أول بأول لجيل لكم ده في كلام الزواج المبكر، كله انتوا فهمتوا خلاص. عشان الزواج المبكر ده ما عادل بأسر ما نانين الأبين. تاني شنو أنا جيل لكم كلام تعليم البنات. تعليم البنات ده أهم حاجة، لأن إلا تعليم البنات بنات ده خليهم يقروا. وهسه وانتوا فكرتوا قدامكم قلتوا شنو تعليم البنات دورتوه، لكن ما عندكم كل إمكانيات. أنا دورت المدارس والإقولات ما عندكم، لكن أنا وريتهم كل شغل هم فيه مخلص. القنصل بالسفارة الكندية في الخرطوم إدوار كاشمان فقد أكد أن الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية سيواصل في تقديم دعمه للجمعية من أجل تكثيف الأنشطة التوعوية وتقديم خدمات حيوية أخرى لصالح البنت والمجتمع. وطمأن سكان هذه القرى بأنه سيرفع هذه التوصيات إلى الجهات المختصة وستؤخذ بعين الاعتبار. المداخلة الأخيرة كانت لمحافظ مقاطعة حراز البيار حسين آدم مرسال، فقد أشاد بدور الفعل الذي لعبته هذه الجمعية وطالب من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية تقديم المزيد من الدعم اللازم لتأسيس مشاريع مرتقبة من شأنها الارتقاء بحياة القرويين، وخاصة في مجال التربية والصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب.